السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح نبدي بالفصل الثالث واللي هو الـ Angle Modulation. من المحاضرات السابقة واللي هي كان يعني تشمل كلها الفصل الثاني، أخذنا الأنواع من الـ Amplitude Modulation اللي هي الـ Double Sideband Suppressed Carrier و Double Sideband Large Carrier والـ SSB. طبعا كلها كانت مبنية على فكرة انه التغيير بالامبليتيود مال كارير يكون على اساس شكل المسج، يعني احنا ده نستعمل يعني اللي ده نغيره هو كان الامبليتيود مال الكارير، اما الفيز مال الكارير والفريكوانسي كان ثابت. الان راح ناخذ نوع اخر من الانالوج الانالوج موديليشن واللي هو راح نسميه بالانجل موديليشن. الانجل موديليشن هنا أنا فكرته بشكل عام انه احنا بهالحالة راح يكون عندنا الامبليتيود مال الكارير يكون ثابت، اللي راح نغيره شنو الزاوية مال الكارير هي اللي راح تتغير تبعا للمسج سيجنال، يعني بتغيير المسج سيجنال التغيير راح يكون بالزاوية مال الكارير، اما الامبليتيود مال الكارير راح يكون كونستانت. طبعا هذا النوع من الموديليشن هو يعني لجأوا الى لغرض فائدة معينة، وانه هذا النوع من الموديليشن يكون جدا يعني النويز ما راح يأثر بي. ليش؟ لكون انه المعلومة اللي راح تكون بالكارير ما راح تكون بالامبليتيود، وعادة النويز يأثر على الامبليتيود، لذلك تأثير النويز ما راح يأثر بي. يعني النويز من يكون بشكل عالي ما راح يأثر بهذا النوع من الموديليشن مقارنة مع الأنواع السابقة بالAN. هذا هو أهم ميزة، أنه يكون يعني كفاءته عالية بالنويز. وطبعا احنا قلنا لي قدام انه ماكو شيء على حساب شيء، يعني هذا من راح يكون كفاءته جيدة بالنويز، طبعا على حساب انه الباندوث مالته يكون اعلى من الباندوث بالاي ان. طبعا هذا النوع هو نسميه angle modulation. لان ليش؟ لان قلنا انه راح نغير الزاوية مال الكارير سيجنال على أساس المسج، وطبعا ممكن أن يسمى بـ exponential modulation. طبعا هذا عندنا الـ general form للـ angle modulation. هسه مثل ما تشوفون هنا شنو عندي A cosine theta of T. هنا أنا ليش خليتها of T؟ على اعتبار انه احنا هنا راح نغير، يعني اللي راح يتغير هو الزاوية مال الكارير هي اللي راح تتغير corresponding الى المسج سيجنال، يعني بتغيير المسج سيجنال، يعني زيادة المسج سيجنال، مثلا زادة الامبليتيود مال المسج سيجنال ونقصت الامبليتيود مال المسج سيجنال، هذا وين راح ينعكس بالكارير؟ بالكارير سيجنال راح ينعكس بتغيير بهذه الزاوية، واللي هو راح نشوف احنا عندنا نوعين اللي هو الاف ام الفريكوانسي موديليشن والفيز موديليشن. الفريكوانسي موديليشن انه اللي راح يتغير هو الفريكوانسي كورسبوندينج الى المسج، والفيز موديليشن اللي راح يتغير هو الفيز كورسبوندينج الى المسج، راح نجي عليها بعدين. ساعدنا قلنا انه هذه الثيتا اوف تي هي اللي راح تتغير مع التايم، هي اللي راح تتغير كورسبوندينج الى المسج سيجنال. الثيتا اوف تي مثل ما نعرف هي عباره عن اوميجا سي تي بلس
ثيتا نوت، هذه هي تمثل الأوميجا سي، هي تمثل لي الأنجولار فريكوانسي مال الكارير. الثيتا نوت هذه فيس شيفت، يعني ممكن أن يكون موجود ممكن أن يكون صفر، يعني ما يأثر. هنا أنا عندي فد رسم بس هذا لغرض التوضيح. هذه هي الثيتا اوف تي، يعني هنا أنا هذا الرسم دا يوضح لي انه تغيير الزاوية مع الزمن، وهذا اللاين هو يمثل لي اوميجا سي تي زائد ثيتا نوت. زين، طبعا هي هذه نفسها، يعني هذه هي نفسها، هاي يعني هي هذه تمثل الزاوية، والزاوية هي هذه ال تمثل لي اوميجا سي تي زائد الفيس شيفت، واللي هي هنا هذه اللي هي تمثل لي الانجل مال الكارير، اوميجا سي تي زائد ثيتا نوت. زين، نرجع شوية للرسم. من تكون الـ يعني هسه هي هذه، هسه قلنا هذه هي نفسها هذه، لكن هذه متغيرة مع التايم. من يكون التغيير بالتايم، يعني هنا الدلتا تي يكون جدا قليل، الرسمين طبعا راح يتقاطعون. يعني هنا نقصد بها انه حالة التي صفر، الدلتا تي صفر، يعني التغير بالتايم صفر. فبهالحالة عندي الثيتا الفي الانجل موديليشن الفورم الجنرال فورم مالته راح يكون هو عبارة عن A كوساين اوميجا سي تي بلس الفيس شيفت. يعني معناته شنو؟ يعني معناته هنا لما تكون الزاوية، يعني التغيير بالتايم يكون جدا قليل، فهنا راح الانجل راح تساوي لي هذه اللي هي الكارير زائدا الفيس شيفت. مثل ما تشوفون هنا ماكو فد يعني تغيير بالتايم هذه، ليش؟ لانه هنا الدلتا تي هو صفر. زين، يعني هنا بما معناه انه لما الام اوف تي صفر، يعني ما دا يصير بيها تغيير، فهنا الكارير راح يكون هو نفسه. يعني هذه حقيقة بس مجرد توضيح. طبعا عادة احنا هذا الفيرتيكال شيفتنج يعني للسهولة راح نفرضه صفر، فراح تبقى المعادلة عندي هي A كوساين اوميجا سي تي. طبعا حتى يعني نقدر نشتق المعادلات بالاف ام والبي ام، راح نطلع فد باراميتر مهم جدا، واللي هو اسمه الانستانتينيوس انجولار فريكوانسي، اللي هو الاوميجا اي. شنو معناته؟ اللي هو معناته التردد الاني، يعني مقدار الفريكوانسي بكل لحظه، اللي هي ات اني انستانس تي، واللي شو نسميه التردد الاني. هذا شنو يكون؟ يعني قانونه هو عباره عن المشتقه الزاويه دي ثيتا باي دي تي، مشتقة الزاوية هاي شنو هاي نقصد بيها؟ ثيتا اوف تي اللي هي نفسها قلنا اوميجا سي تي بلس فاي نوت، هذه قلنا صفر، اللي هي هذه، يعني هاي هي مشتقة هذه الزاوية. اي احنا بما معناه نريد نعرف مقدار التغيير الفريكوانسي at any time، يعني بكل لحظة. فبهالحالة لازم نطلعها من المشتقة، من مشتقة الزاوية مال الكارير سيجنال. اي بما معناه انه احنا راح نشوف، احنا نريد نعرف التردد الاني، فاحنا لازم نطلع مقدار تغيير الانجل مع الزمن، وهذا مقدار تغيير هذه الانجل مع الزمن هو راح ينوصف بهذه اللي هي المشتقة اللي هي دي ثيتا باي دي تي. زين،
إذا عندي التردد الآني هو بهذا الشكل، فببساطة إذا أريد أطلع الأنجل اللي هي الثيتا، إيش راح تكون؟ راح تكون هي تكامل الهاي. طبعاً هذه ال integration من minus infinity إلى t omega i of alpha. هذه i of alpha هي نفسها مقصود بها هذه omega i of t، لكن بس فرق الرموز، لكن هي نفسها. يعني الثيتا هي إذا أريد أطلع الأنجل أكامل ال instantaneous frequency. ليش instantaneous frequency؟ قلنا هي مشتقة الزاوية، يعني نشوف مدى تغيير الأنجل كارير مع الزمن. زين، هذه المعادلتين مهمة جدا، راح نحتاجها من راح نشتق المعادلات اللي تخص الـ PM والـ FM. لذلك فإحنا هسه يعني عرفنا انه احنا نقدر ننقل المعلومات مال ام اوف تي عن طريق تغيير الفارينج الانجل الزاوية مال الكارير سيجنال اللي هي رمزنا لها بهذا الرمز. وطبعا عندنا نوعين من الانجل موديليشن اللي هو الفيز موديليشن والفريكونسي موديليشن. طبعا احنا هذه النوعين عادة يسموهن يعني يدمجوهن نسميها بالانجل موديليشن، لكون انه راح نشوف بعدين اكو تشابه جدا قوي بيناتهم، ولذلك انه نعممها باسم واحد واللي هي نسميها انجل موديليشن، لكون انه الفيز والفريكوانسي هو اثنيناتهم موجودات بهذا الجزء، يعني مدى نروح مثلا على جزء اخر، فلذلك هي تسمى بالانجل موديليشن. هسه قبل لا ننتقل الى الفيز موديليشن اللي هو النوع الاول من الانجل موديليشن، نلخص الكلام اللي ذكرناه قبل قليل. ذكرنا انه احنا بهذا النوع من الموديليشن اللي هو نسميه انجل موديليشن راح ننقل المعلومات بالكارير مال السيجنال، بالزاوية مال الكارير مال السيجنال، وليس بالامبليتيود مثل ما كنا نشتغل بالاي ام. يعني بتغيير يعني كل تغيير بالامبليتيود راح يقابل، يعني كل تغيير بالامبليتيود مال المسج او نسميها الموديليتنج سيجنال راح يقابل تغيير بالزاوية مال الكارير سيجنال، اما التغيير يكون بالفيز او التغيير يكون بالفريكوانسي. هذه هي الفكرة الاساسية، وقلنا الهدف من عنده انه حتى يعطيني يعني كفاءة جيدة بوجود النويز. ليش؟ لانه احنا هنا عندنا الامبليتيود مال الكارير ما راح نستعملها، راح تبقى كونستنت، المعلومات راح تكون موجودة بالزاوية مال الكارير سيجنال، وعادة النويز يأثر على الامبليتيود مال الإشارة، فهنا حتى لو قلت الامبليتيود مال الإشارة الزاوية مال الكارير سيجنال ما راح تتأثر، فلذلك يكون كفاءة جيدة بالنويز. زين، النوع الأول اللي هو الفيز موديليشن، احنا قلنا الانجل موديليشن هي راح تتغير. بحالة الفيز موديليشن اللي راح يصير شنو؟ انه الكارير فريكوانسي راح تبقى يعني ثابتة مثل ما هي، التغيير راح يكون بالفيز مال الانجل. طبعا الانجل بهذا النوع الانجل موديليشن اللي هو الفاي اوف تي راح يتغير لينيرلي ويا المسج. هسه هنا أنا عندي هذه اللي هي ثيتا اوف تي، هذه اللي هي شنو قلنا؟ هذه تمثل لي الزاوية مال الكارير سيجنال. الزاوية مال الكارير سيجنال هنا أنا حتساوي لي؟ حتساوي لي اوميجا سي تي زائدا كي بي ام اوف تي. هسه نجي نفسر شنو هذه كي بي ام اوف تي. الكي بي ام اوف تي، الكي بي هي عبارة عن ثابت،
هذا الثابت ينطيني يعني كمية التغيير اللي يصير بالفيز لكل تغيير بالمسج سيجنال. يعني مثلا احنا عندنا على سبيل المثال انه المسج سيجنال ده تتغير، تصير مثلا مرة 1 فولت، مرة 0.5 فولت، مرة -1 فولت. زين، احنا قلنا هذا كل تغيير بالمسج سيجنال راح ينعكس على تغيير بالفيز. زين، شو اللي راح يعني شلون انا شقد كمية الفيز اللي راح اغيرها بكل تغيير بالمسج سيجنال؟ يعني مثلا من تغيرت المسج صارت 1 فولت، شقد مثلا هذه 1 فولت شقد راح يتغير مقابلها بالفيز؟ اللي راح يحدد هذه الكمية هي هذا الثابت اللي هو الكي بي. يعني اني هو مثلا الكل 1 فولت مثلا عندي راح يغير الفيز بمقدار معين. طبعا هنا أنا راح ينقاس بالراديان بير فولت، هنا أنا عندي راح يكون هذا راديان بير فولت، وهنا أنا عندي المسج حتكون بالفولت، فالفولت ويا الفولت تحذف، راح تبقى هنا الزاوية هي هنا فقط بالراديان، أي هنا راح يعكس لي، بما معناه أنه راح يعكس لي كمية التغيير اللي دا تصير بالمسج سيجنال بالفولت، راح يعكس هذا التغيير بالفيز. هذا هو مفهوم الكي بي. زين، هسه احنا عندنا قلنا انه بالفيز موديليشن الانجل موديليشن راح تتغير لينيرلي ويا المسج سيجنال، وهذه هي هالحاله هيك المعادله راح تصير اللي هي اوميجا سي تي زائدا كي بي ام اوف تي. زين، هسه اذا نريد نجي نعوض هذه الزاويه وين نعوضها؟ نعوضها بمعادله 3-1. شنو هي 3-1؟ نرجع عليها شويه. هذه هي 3-1، مثل ما تشوفون هي عباره عن اي كوساين، الزاويه هي فاي اوف تي. ليش؟ لان قلنا احنا الانجل هي اللي راح تتغير. هذه الفاي اوف تي اجي اعوض بيها هذه المعادلة، فش حتصير عندي؟ المعادلة البي ام هي عبارة عن اي كوساين اوميجا سي تي بلس كي بي ام اوف تي، هذه هي معادلة البي ام. زين، الان راح نتعرف على بارامترات اخرى اللي هي الفيز ديفيجن والفريكوانسي ديفيجن. طبعا بالبي ام وبالاف ام راح ناخذ هذه النوعين. الفيز ديفيجن اللي هي هنا شو تمثل لي؟ الكي بي ام اوف تي اللي هي هذه تسميها الفيز ديفيجن. طبعا هنا عندي لما نكون الام اوف تي هي الماكسيمم اللي هي نسميها ام بي، راح هنا راح يكون الفيز ديفيجن هو ماكسيمم فيز ديفيجن. يعني شنو فيز ديفيجن؟ فيز ديفيجن هو مقدار الانحراف بالفيز، يعني بكل تغيير بالامبليتيود راح ينحرف الفيز بمقدار معين. طبعا الماكسيمم مال امبليتيود راح يؤدي لي الى الماكسيمم فيز ديفيجن، يعني الى اعلى انحراف. عاده هسه راح نشوف انه الفيز ديفيجن نطلعه من الانجل اللي هي المعادله مال الانجل، اما الفريكوانسي ديفيجن راح نطلعها من الانستانتينيوس فريكوانسي اللي قبل قليل اخذنا معادلته. لكن هذه الانستانتينيوس فريكوانسي راح تكون بالبي ام شكل وبالاف ام شكل. احنا قلنا انه بالبي ام التغيير المسج راح التغيير الفيز راح يتغير مع المسج، اما الفريكوانسي راح قلنا يكون ثابت، التغيير راح يكون بالفيز. زين، هسه لو نجي على الانستانتينيوس فريكوانسي، الانستانتينيوس فريكوانسي هسه احنا شنو قلنا؟ هي عبارة عن دي ثيتا على دي تي. زين، اذا فرضنا قلنا انه جبنا الثيتا اللي طلعناها بالبي ام اللي هي هذه جبناها عوضناها هنا وسوينا لها اشتقاق، فش راح يطلع لي عندي؟ راح يطلع لي اوميجا سي بلس كي بي ام داش اوف تي، يعني هنا هذه تمثل لي مشتقة. زين، شنو استنتجت من هذه الحالة؟
استنتجنا انه بحالة الفيز موديليشن الانستانتينيوس فريكونسي اي التردد الاني راح يتغير مو ويا المسج، راح يتغير ويا المشتقة مال المسج. اما الانجل هنا راح تتغير ويا المسج. انتبهوا على هذه الفقرة اللي هي انه بالفيز موديليشن الانستانتينيوس فريكونسي راح يتغير لينيرلي ويا من مو ويا المسج وانما ويا المشتقة مال المسج. اما الانجل راح تتغير لينيرلي ويا المسج. زين، فلذلك الفيز ديفيجن يعني مقدار الانحراف بالفريكونسي بحالة البي ام ايش راح يكون؟ راح يكون هو عبارة عن كي بي ام اوف تي اللي هو هذا اللي هو مشتقة المسج. هنا أنا عندي هذه الام اوف تي ماكسيمم، فهنا أنا راح هذه الدلتا اوميجا هي الماكسيمم فيز سوري ماكسيمم فريكونسي ديفيجن. ان شاء الله تكون واضحه هذه الفيز ديفيجن والفريكونسي ديفيجن. راح ناخذها بالنوعين، يعني راح نطلعها بالنوع بالبي ام هسه مثل ما هسه طلعناه، وراح نطلعها ايضا بالاف ام، وراح نشوف شنو الفرق بيناتهم بالنسبه للبي ام وبالنسبه للاف ام. زين، هسه الآن ننتقل إلى النوع الآخر واللي هو الأف أم. بهذه الحالة بالأف أم اللي دا يصير شنو؟ إنه الفريكونسي مال الكارير سيجنال هي اللي راح تتغير كورسبوندينج نسبة إلى الموديليتينج سيجنال. يعني مثلا الزيادة بالامبليتيود مال المسج سيجنال يقابلها زيادة الكارير فريكونسي، نقصان الامبليتيود مال المسج سيجنال يقابلها نقصان الكارير فريكوانسي. فلذلك احنا هنا عندنا راح تكون المعادله كالتالي، بما انه التغيير دا يكون المسج دا تتغير يعني مع سوري الفريكوانسي مال الكارير هي اللي دا تتغير مع المسج، لذلك هنا عندي راح نروح نشتق المعادله من الانستانتينيوس فريكوانسي. ليش الانستانتينيوس فريكوانسي؟ هي دا تنطيني التغيير بالفريكوانسي بكل لحظة. فلذلك هنا عندي الانستانتينيوس فريكوانسي هي تساوي لأوميجا سي زائدا كي اف في ام اوف تي. يعني هنا عندي تغيير الانستانتينيوس فريكونسي دا تتغير لينيرلي ويا الموديليتينج سيجنال. قبل قليل بالبي ام شنو قلنا؟ قلنا شنو اللي دا يتغير لينيرلي مع المسج سيجنال او الموديليتينج سيجنال؟ كانت الانجل دا تتغير مع الموديليتينج سيجنال، لكن هنا شنو اللي دا يتغير؟ هنا الانستانتينيوس فريكونسي هي اللي دا تتغير لينيرلي مع المسج سيجنال. زين، هنا انا عندي بالنسبه للكي اف، الكي اف هنا نفس الفكره اللي قبل قليل ذكرناها بالكي بي بالفيز موديليشن. هنا الكي اف نفس الشيء، لكن بدها تعكس لي يعني المعنى ده ينعكس بالفريكوانسي. يعني هنا بدها تنطيني الكي اف هو عباره عن ثابت ينطيني مقدار التغيير اللي يحدث بالمسج راح يعكسه بالفريكوانسي. بالكي بي كان راح يعكسه بالفيز، هنا أنا راح يعكسه بالفريكوانسي. يعني مثلا معناتها كل واحد فولت بالمسج سيجنال ايش قد راح يتغير يعني ايش قد راح يتغير المقابله بالكارير فريكوانسي. يعني مثلا زيادة الواحد فولت مثلا يعني على سبيل المثال زيادة الواحد فولت بالكارير فريكونسي مثلا معناتها انه الكارير فريكونسي راح يزيد مقابلها 10 أس 6 مثلا. نقصان المسج سيجنال مثلا بمقدار واحد فولت معناتها انه راح يقل الكارير فريكونسي بمقدار مثلا 10 أس ناقص 6 مثلا على سبيل المثال. هاي اذا كان سوري مو 10 أس ناقص 6 10 أس 6، هاي اذا فرضنا مثلا الكي اف 10 أس 6. وطبعا راح ناخذ امثله
توضيحية، لكن هسه احنا هنا يعني نريد نفهم الفكرة انه الكي اف راح يعكس لي مقدار التغيير اللي موجود بالامبليتيود، ايش قد مقابله راح يصير تغيير بالفريكوانسي. زين، الان حتى نقدر نطلع المعادلة العامة مال الاف ام، احنا هنا عندي هي هذه الانستانتينيوس فريكوانسي اللي هي قلنا راح تتغير لينيرلي ويا المسج. زين، احنا حتى نقدر نطلع المعادلة العامة بالنسبة للاف ام لازم شو نطلع؟ لازم نطلع الثيتا اوف تي. زين، احنا بالبداية شنو ذكرنا؟ ذكرنا انه الثيتا اوف تي هي عبارة عن انتجريشن المن للانستانتينيوس فريكوانسي. الانستانتينيوس ليش؟ لان هي وحدة، يعني الانستانتينيوس فريكوانسي هي مشتقة الانجل. زين، وبالنتيجة اذا اريد اطلع الانجل هو انتجريشن للانستانتينيوس فريكوانسي. فببساطة حتى اطلع الانجل اللي هي حتى اعوضها بالمعادلة الاولى اللي ذكرناها، لازم اطلع الانجل. الانجل بهالحالة شنو راح تكون؟ راح تكون انتجريشن للانستانتينيوس فريكوانسي، بما انه الانستانتينيوس فريكوانسي هنا هو اللي دا يتغير لينيرلي ويا المسج. فهنا راح تكون عندي هذه الانستانتينيوس فريكوانسي، هذه اجي اسوي لها انتجريشن. هنا عندي انتجريشن للاوميجا سي، حتصير اوميجا سي تي بلس كي اف في انتجريشن. هنا ام اوف الفا في دي الفا، هنا قلنا الالفا هنا نفس الشيء ما تفرق، اقصد بها هنا الام اوف تي، لكن فس فرق الرموز. فهنا عندي المعادلة هذه، هنا راح نعوضها وين؟ هذا راح نعوضها بمعادلة 3-1، واللي هي شنو كانت؟ معادلة 3-1 هي كانت عبارة عن A كوساين الثيتا اوف تي. فهنا اجي هذه اعوضها هنا، هذه هي كانت معادلة 3-1، اجي هذه الزاوية هنا اللي طلعت لي بالاف ام عوضها هنا، فبالنتيجة هذه راح تطلع لي معادلة الاف ام اللي هي اي كوساين اوميجا سي تي بلس كي اف انتجريشن ام اوف الفا دي الفا. هذه هي المعادلة العامة. بس بعد شنو عندنا لازم نطلع؟ احنا قلنا راح نطلع الفريكوانسي ديفيجن والفيز ديفيجن، راح نطلعها بالحالتين بالبي ام بالاف ام. بالبي ام طلعناها وفهمناها، هسه الان نجي نطلعها بالاف ام. بالاف ام هنا عندي بالنسبه لل احنا قلنا الفريكوانسي بشكل عام، الفريكوانسي ديفيجن نطلعها من الانستانتينيوس فريكوانسي، والفيز ديفيجن نطلعها من الانجل. الفريكوانسي ديفيجن احنا طلعناها قبل قليل بالبي ام من الانستانتينيوس فريكوانسي، لكن احنا بالبي ام عندنا الانستانتينيوس فريكوانسي كان يتغير لينيرلي مع مشتقة المسج وليس مع المسج. لكن هنا عندي الانستانتينيوس فريكوانسي بهذه الحالة الاف ام دا يتغير لينيرلي مع المسج. فهنا عندي الكي اف ام اوف تي، هنا طبعا ام اوف تي ماكسيمم، هذه كي اف ام بي، هذه هي راح تكون هي الفريكوانسي ديفيجن. ليش هنا بالقبل بالبي ام طلعت هنا كانت مو مشتقة الام بي، لكن هذا النوع هو اف ام. ليش؟ لانه الانستانتينيوس فريكوانسي دا يتغير قلنا لينيرلي ويا المسج، اما بالبي ام كان الانستانتينيوس فريكوانسي دا يتغير لينيرلي ويا مشتقة المسج. زين، هسه هذا طلعنا الفريكوانسي ديفيجن بالنسبة للاف ام. زين، راح نطلع هسه الفيز ديفيجن بالنسبه للاف ام. احنا قلنا الفيز منين نطلعه؟ نطلعه عاده من الانجل. فنجي هنا هذه الانجل اللي طلعت لي بالاف ام، شنو هي الانجل اللي طلعت لي بالاف ام؟ طلعت لي هذه، فمعناتها انه هذا الجزء هو يمثل لي الفيز ديفيجن. طبعا هنا عندي من الماكسيمم هو اللي راح يعطيني الماكسيمم فيز ديفيجن. فهسه صار واضح انه عندي بالبي ام وبالاف ام. البي ام قلنا المسج راح تتغير كورسبوندينج مع الانجل، وسوينا اشتقاق، طلعنا المعادله وطلعنا الفيز ديفيجن اللي هو من الانجل
وطلعنا الفريكوانسي ديفيجن اللي هو من الانستانتينيوس فريكوانسي، وطبعا عرفنا انه الانستانتينيوس فريكوانسي اي التردد الاني، التردد بكل لحظه بحاله المسج سيجنال ده يتغير مع مشتقه المسج وليس مع المسج. هنا نجي على النوع الثاني اللي هو على الاف ام. بالاف ام المسج ده تتغير لينيرلي مع التردد الاني. وايضا طلعنا المعادله مال الاف ام، وطلعنا النوعين اللي طلعنا البارامترات اللي هي فريكوانسي ديفيجن والفيز ديفيجن. الفريكوانسي ديفيجن قلنا عاده يعني بالحالتين احنا نطلعها من الانستانتينوس فريكوانسي، لكن بكل حاله الانستانتينوس فريكوانسي ويا منو تتغير، يعني بالبي ام كانت تتغير ويا المشتقه مال المسج، لذلك كانت هنا بدل الام بي كان مشتقه المسج اللي هي هذه اللي هي مشتقة المسج. أما هنا لأنه الانستانتينيوس فريكوانسي ده تتغير لينيرلي ويا المسج وليس ويا مشتقة المسج، فهنا الفريكوانسي ديفيجن راح يكون كي ام بي. وقلنا انه الفيز ديفيجن بالحالتين احنا نطلعهم من الانجل، لكن بكل حالة شنو راح تكون الانجل، يعني الانجل مال البي ام شنو كانت نطلع من عندها الفيز ديفيجن، والانجل مال الاف ام هسه هنا عندي بها بارت اللي هو انتجريشن، فهنا بهالحاله راح يكون المعادله بها الكي اف في انتجريشن للمسج. هذه النوعين وان شاء الله تكون واضحه. هسه لو نجي نشوف اللي هي هذه المعادلتين اللي استنتجناها، هذه المعادلة العامة، هذه هي معادلة الـ PM وهذه هي معادلة الـ FM. لو نجي نشوف شنو الفرق بيناتهم، يعني نلاحظ انه هن اثنيناتهم نفس الشيء، الفرق فقط هنا عندي MOFT وهنا عندي انتجريشن للاموفتي، هذا هو الفرق بيناتهم. يعني راح يعني من هاي المعادلتين راح نستنتج انه البي ام هو هو يشبه يعني نفس الاف ام، الفرق بيناتهم هو هنا عندي الام، هنا بالبي ام عندي ام اوف تي، هنا عندي انتجريشن للام اوف تي. ولذلك احنا ما نقدر نفصلهن، يعني لذلك احنا اثنيناتهن نسميهن تحت مسمى الانجل موديليشن. وطبعا هسه راح نشوف ايضا بالامثله انه احنا نقدر نطلع وحده من الثانيه، يعني احنا من نطلع الاف ام راح نقدر نطلع البي ام، واذا طلعنا البي ام راح نقدر نطلع الاف ام، يعني وحده نطلعها من الثانيه. فلذلك احنا هنا عندي هذه الرسمين شنو يوضح لي. مثلا عندي هنا بالرسم الاول يقول لو جبت مسج دخلتها على انتجريشن راح يطلع لي طبعا هذا الجزء اللي هو انتجريشن للمسج، قلنا هذه الرموز ما تعني شيء اللي هاي معناتها نفسها الام اوف تي. زين، وبعدين جيت هذه الانتجريشن دخلت هذا الناتج دخلته على بي ام يعني فيز موديليتر، بالنتيجة ايش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي اف ام. زين هسه خلي نجي نفهم هذا الكلام، لو نرجع للمعادلة، المعادلة مال من؟ المعادلة مال البي ام، يعني بما معناه انه المعادلة مال البي ام دخلنا عليها انتجريشن للمسج راح يطلع لي اف ام. هسه لو نجي هنا وين المعادلة مال البي ام هذه؟ زين لو نجي ندخل هنا مكان المسج هنا شنو راح تكون؟ راح تكون integration m of alpha d alpha. فهنا ايش راح ينتج؟ طبعا بغض النظر عن هنا kb kf هي بكل الاحوال هي constant، يعني ما تفرق، يعني ما تتاثر بشيء. هنا شنو حتكون؟ هنا عندي حتكون هنا integration، فبالنتيجه من راح تكون مكان المسج integration شنو راح تصير؟ راح يطلع لي راح تصير عندي نفس المعادله مال الاف ام.
فبالنتيجة نستنتج انه اذا جبت اني مسج سويت لها انتجريشن وهذا الناتج دخلته على بي ام راح يطلع لي اف ام. اي يعني شنو دخلته على بي ام؟ يعني كأنما شلت هذه الام اوف تي خليت بمكانها انتجريشن للام اوف تي. شنو راح يطلع لي من شلت هذه الام اوف تي خليت بمكانها هذا الجزء؟ راح يطلع لي المعادلة مال الاف ام. شوي صارت خلاص زين. اما اذا جيت عندي هنا الام اوف تي دخلتها على differentiation اللي هي مشتقة، شنو ضيعت لي هنا ام اوف تي داش. زين، وجيت هذه الام اوف تي دخلتها على FM اللي هو Frequency Modulator، شو راح يطلع لي؟ راح يطلع لي PM. يعني هنا قلنا هنا بهالحالة راح تكون الفكرة انه عندي المعادلة مال الـ FM راح اجيبها اخلي مكان الـ MOFT راح اخلي مشتقة، وش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي PM. خلي اجي اشوف هذا الكلام صحيح. يعني هنا عندي هذه المعادلة مال الـ FM مكان هنا عندي هنا مكان هذي راح اجيبها شنو اخلي ام اوف تي داش اخلي مشتقة. المشتقة ويا الانتجريشن وحدة راح تلغي الثانية، فبالنتيجة شنو راح تبقى؟ راح تبقى عندي هي ام اوف تي، واللي هي ايش راح تساوي لي بهالحالة؟ راح تساوي لي البي ام. فهنا مثل ما شفنا انه عفوا احنا نقدر نطلع وحدة من الثانية. طبعا هنا هذا الشرح هو يوضح الكلام اللي شرحته. هذا الرسم يوضح الفرق بين طبعا يوضح هنا بالتايم دومين بنرسم بالنسبة للـ AM والـ PM والـ FM شلون يكون شكل الرسم. طبعا راح نشرحها بشكل سريع وراح نفهمها أكثر بالمثال الجاي اللي هسه راح نشرحها. هنا عندي هذا هو الـ Carrier Signal، هنا عندي الـ Message Signal هي Sinusoidal. بحالة الـ AM تعرفون انه الكارير راح شكله راح يتغير، يعني هنا عندي الامبليتيود هي اللي راح تتغير. اما بالنسبه للبي ام خلينا نعوف البي ام حاليا، خلينا نشرح الاف ام. ليش؟ لانه البي ام احنا يعني راح نتعلم طريقه راح نرسم البي ام من الاف ام. زين، اول مره راح نرسم الاف ام. الاف ام احنا شنو عندنا فكرته؟ انه من يزيد الامبليتيود المقدار الكارير فريكوانسي، هنا عندي هذا الامبليتيود مقدار الكارير فريكوانسي راح يزيد بمقدار معين، وكل ما يقل الامبليتيود الكارير فريكوانسي راح يقل بمقدار معين. يعني كأنه هنا المعلومات راح تتمثل بالفريكوانسي. زين، هسه لو نجي عندنا هنا أنا عندي حالة الصفر، هنا عندي الصفر بالصفر هنا ال بحالة المسج صفر الكارير فريكوانسي يبقى نفس ما هو. زين، هنا أنا من دا يزيد هسه مثلا من دا يوصل للماكسيمم دا تشوفون هنا أنا السيجنال كأنما مكبوسة، مو كأنما وإنما هي مكبوسة. هذه هي الكارير سيجنال دا تنكبس. ليش؟ لأن احنا قلنا من الامبليتيود يزيد الكارير فريكوانسي راح يزيد بمقدار معين، فمن الكارير فريكوانسي راح يزيد هنا عندي شكل الموجة راح ينكبس. ليش؟ هنا عندي احنا دا نرسم بالتايم دومين. زين، واحنا نعرف انه التايم هو 1/f، فكل ما احنا دا نرسم هسه بالتايم دومين فكل ما زاد الاف التيش بيها راح تقل، فلذلك احنا الزيادة بالفريكوانسي برسم التايم دومين راح تنعكس انه الكارير سيجنال راح تنكبس. فهنا نبدا نشوف انه بالبيك مال السيجنال هنا الكارير سيجنال راح تنكبس. زين، بالمينيمم مال السيجنال هنا عندي راح تنفتح هذه الكارير سيجنال. ليش؟ لانه هنا الكارير فريكوانسي هنا راح يقل بمقدار معين، فمن راح يقل الفريكوانسي بالنتيجه
التايم يعني بعلاقة عكسية التايم راح يزيد، فهنا راح تبين انه الرسم راح يكون بشكل مفتوح، هنا ايش حيصير؟ تضاغط وتخلخل، هذا اللي هو نسميه تضاغط وتخلخل. زين، بالنسبة للبي ام ببساطة شلون نرسمه؟ شو نسوي؟ نشتق المسج، هذه نشتق المسج وندخلها على اف ام، يعني نشتق المسج ونسوي لها نفس العملية اللي سويناها بالاف ام. ليش؟ لان هسه لو نرجع لهذا البلوك دايجرام، اذا نشتق المسج وندخلها على الاف ام، اي بمعنى انه نسوي لها يعني اذا يعني بالنسبه للرسم نسوي نفس العمليه اللي سويناها بالاف ام، ايش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي بي ام، فهذا كلامنا صحيح. فهنا انا عندي شو نسوي؟ نشتق المسج. هنا انا عندي المسج هي شنو؟ هي ساين. هنا انا ليش لين باديه من الصفر؟ زين، من اجي اشتقها ايش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي كوساين. زين، بالنسبة للكوساين هسه لو نروح شوية على نرسم، هنا انا دا ارسم الحالة مال البي ام اللي هو نفس هذا اللي هو هنا انا عندي، هنا عندي هذه هي شنو كانت؟ هذه هي كانت الام او تي. زين، هسه شنو اريد؟ اريد اشتق مشتقة الساين هي شنو؟ كوساين. فهنا أنا شنو راح تبدي؟ راح تبدي هنا بالواحد، هنا راح تكون بهالشكل، يعني هنا اللي كانت بادية من الصفر هنا حتبدي من الواحد. فبالنتيجة من اجي ارسم البي ام، هنا هذا هو البي ام، طبعا هنا هذه هي ام اوف تي داش، هنا البيك راح يكون بهذا الجزء، فبالنتيجة هنا الكارير فريكوانسي راح يكون بشكل يعني مكبوس، أما هنا راح يبدي شوية ينفتح، هنا هذا اللي هو المينيمم راح يبدي يكون، طبعا الرسم شوية مرتب، لكن أهم شيء الفكرة. هسه راح نرجع احنا على الرسم اللي هو هذا، هنا راح نشوف انه بالبداية راح يصير شنو؟ راح يصير تضاغط بالسيجنال. ليش؟ لأن قلنا من إحنا دا نرسم على مشتقة الساين، مشتقة الساين هي شو تمثل لي؟ هي تمثل لي كوساين، والكوساين منين يبدي؟ يبدي مو من الصفر، يبدي من الواحد، فهنا البيك راح يكون بالبداية، فإحنا بالبيك راح يصير تضاغط، فهنا لهذا السبب هذا هنا المكان راح يصير مال التضاغط. هسه نلخص الكلام، احنا قلنا من نريد نرسم عادة نرسم اول شيء الاف ام، بالزيادة الامبليتيود راح يزيد الكارير فريكونسي بمقدار معين، وبالرسم راح ينعكس بشكل تضاغط، كل ما قل الامبليتيود الكارير فريكونسي راح تقل بمقدار معين، وهنا راح ينعكس بتصير انه الكارير شكل الكارير بالتايم دومين راح ينفتح. من نجي نريد نرسم البي ام شو نسوي؟ نشتق المسج وندخلها على FM Modulator. يعني شنو؟ يعني نشتق المسج ونسوي نفس العملية اللي سويناها بالFM، لكن شنو؟ بالنسبة لمشتقة المسج وليس بالنسبة للمسج. فهنا مثل ما شفنا انه الPM رسمناها مو بالنسبة لهذه المسج اللي هي الساين، رسمناها بالنسبة للكوساين اللي هي مشتقة المسج. هنا هذا نوع اخر من السيجنال، هنا عندي موجة مربعة، طبعا هذا شكل الاي ام يعني صار واضح. هنا عندي هنا كلها نفس البيك يعني متساوي، فهنا عندي هذا الزياده بالفريكوانسي، هنا انا عندي المينيمم، هنا عندي الفريكوانسي مال كارير قلت، وهذا صار هيش رسمها، هنا حيصير تضاغط، هنا تخلخل، وهكذا التضاغط اللي هو يقابل لي البيك مال السيجنال، والتخلخل اللي هو يقابل لي المينيمم مال المسج سيجنال. زين، من نجي طبعا نرسمها بنفس الطريقه، طبعا هذه السيجنال هي نفسها، حناخذها بالمثال، من نجي نرسم البي ام، من احنا قلنا البي ام شو نسوي؟ نطلع المشتقه مال المسج سيجنال، طبعا هذه المسج سيجنال هذه من نشتقها
ما راح تطلع لي شكلها continuous مثل هذه مثلا، راح يطلع لي شكلها بهذا الشكل هيجي impulses، راح يطلع لي شكلها بهذا الشكل. فمن راح يطلع لي شكل يعني شكلها حيكون متقطع، فمن حتطلع لي بهذا الشكل الرسم مال البي ام شلون حيكون؟ بهذه الفترة اللي هي هذه الفترات اللي هي مثلا هنا تكون زيرو، ايش راح يكون الكارير فريكوانسي؟ راح يرسم نفسه. الشيء اللي راح يتغير انه مثلا عندي بهذه اللي هي الامبولس اللي صايره بالسالب، هنا عندي مثل ما تشوفون هنا الطور راح ينقلب راح يتغير، وهنا ايضا الطور راح يتغير طبعا على اساس القيمه يعني الاشاره اللي احنا راح نطلعها من المعادله. هذا المثال راح نوضحه هسه هذا الرسم راح نوضحه بالمثال الجاي، وهكذا هنا اللي راح يصير انه هنا فترة الزيرو الكارير فريكوانسي ما راح يزيد او يقل، راح يبقى نفسه. الشيء اللي راح يتغير فقط انه راح ينقلب الطور مالته، راح ينقلب عند هذه النقاط اللي هي هذه، هذه النقاط راح يصير انقلاب. اذا اريد نطلع الباور، هسه هنا عندي الباور اند موديليشن اندكس اوف انجل موديليشن. احنا قلنا انه بالانجل موديليشن التغيير راح يكون بالانجل مال الكارير سيجنال، اما الامبليتيود فراح يبقى كونستانت. فاذا نريد نجي نحسب الباور، الباور هو مثل ما نعرف هو يعني حسابه يعتمد على الامبليتيود. زين، فبما انه احنا هنا عندنا الامبليتيود هو كونستانت ما راح يتغير، فلذلك بحاله البي ام وحاله الاف ام الباور هو راح يكون هو عباره عن اي سكوير اوفر 2، يعني اي تربيع على 2. الباور بحاله الاي البي ام والاف ام ما راح يصير بتغيير. ليش؟ لكون انه بالحالتين الامبليتيود هو كونستانت، فما راح تاثر. وطبعا قلنا حساب الباور هو يعتمد على الامبليتيود، فما راح تاثر بقيم الكي بي والكي اف، راح يكون بالحالتين هو عباره عن اي تربيع على 2. الديفيجن ريشيو اللي هو هذا بارامتر اخر او اللي نسميه بالموديليشن اندكس اللي هو البيتا، هو نسبه الفريكوانسي ديفيجن بالنسبه الى الباندويث مال المسج. هنا عندي البي هي الباندويث مال المسج، الدلتا اف هي الفريكوانسي ديفيجن اي مقدار الانحراف بالفريكوانسي مال الكارير، واللي هنا انا عندي من الدلتا اوميجا اذا يعني بدلاله الاوميجا هنا انا حيكون 2 باي على 2 باي في بي اللي هو هنا نسميه اوميجا. هسه هذا المثال موجود في كتابكم، دي يقول انه ارسم الاف ام والبي ام. هنا عندي هذه الموديليتنج سيجنال هي عبارة عن موجة مثلثة، هذه اريد نرسم البي الاف ام والبي ام، ونعطيني مقدار الكي اف والكي بي. الكي اف هي عبارة عن 2 باي في 10 اس 5 والكي بي هي عبارة عن 10 باي، ونعطيني الكارير فريكوانسي هي 100 ميجا هرتز. هسه احنا قلنا انه نرسم الاف ام وبعدين من عنده نرسم يعني نرسم البي ام. زين، الاف ام شلون راح نرسمه؟ عندي انا هذه الموجة نفس الشيء نفس الفكرة، بالمكان مال البيك الفريكوانسي الكارير فريكوانسي راح يزيد بمقدار معين. شنو هذا المقدار اللي راح يزيد؟ هو مقدار الكي اف. فهنا أنا عندي هسه بغض النظر عن الحسابات، هنا هذا اماكن هذه الطوخ اللي هي صايره بالرسم، هذه اللي هي اماكن التضاغط اللي هي تقابل لي الماكسيمم مال المسج سيجنال، وهنا أنا عندي هذه اللي هو يقابل لي المينيمم مال المسج سيجنال اللي هو حيصير تخلخل، وهنا أنا ايضا يرجع يصير تضاغط من يصير بالماكسيمم مسج سيجنال. يعني مثل ما قلنا انه كل ما يزيد الامبليتيود مال المسج
راح يقابلها، يعني هسه مثل المشموم كل ما يزيد الامبليتود مال المسج راح يقابلها زيادة بالكارير فريكونسي الى ان يوصل الى الماكسيمم. هنا راح يوصل الى من راح يوصل للماكسيمم راح يوصل الى هنا عندي ماكسيمم ديفيجن. زين، اما بالبي ام، البي ام احنا قلنا شلون نرسمها. اول مرة نشتق المسج، هنا الاشتقاق مال المسج مال الترينجل هي راح ينطيني موجة مربعة. هنا البيك هي 20,000 وناقص 20,000. اجي اسوي نفس العملية بالاف ام، انه هنا عندي بالبيك الفريكونسي الكارير فريكونسي راح تزيد، وبما انه هنا عندي يعني هذه البيك هي هنا ثابتة فما راح يصير بيها مثل هذا الشكل، يعني تبدي تصعد الفريكونسي يبدي يصعد بالتدريج، يعني يبدي بهالشكل وبعدين يصير تضاغط وبعدين شوية يقل وهكذا. لا، هنا أنا راح تكون يعني كلها يعني هذه الماكسيمم، يعني ما عندي فتشي، يعني مثلا اذا فرض هنا عندي ماكسيمم واحد، هنا عندي حالة اللي هي نص او ربع وهكذا، هنا ما عندي هاي الحالة هي كونستنت، فهنا أنا عندي كلها راح تصير بالماكسيمم ديفيجن. هنا عندي كلها مضغوطة، هذه الفترة حتكون كل هاي الفترة مضغوطة، هنا أنا هذه مفتوحة حتكون وهكذا. الأوميجا آي هي بالأف أم، هسه نجي على الأف أم. الأوميجا آي إحنا طلعناها هي عبارة عن أوميجا سي بلس كي أف في أم أوف تي. زين، إذا نجي نطلعها بدلالة الفريكونسي راح نقسم على 2 باي. ليش؟ لأن الأوميجا آي هي عبارة عن 2 باي في أف آي، فإذا نريد نطلعها بدلالة فقط الفريكونسي راح نقسم على 2 باي. فش الصير عندي 2 باي اف اي، تقسيم 2 باي هنا حتبقى فقط اف اي، هنا حتبقى فقط اف كارير. هنا الكي اف راح تنقسم على 2 باي. ليش احنا بنقسم؟ نقسم الطرفين على 2 باي. زين، هسه لو نجي نشوف انه هذه 10 اس 8 هذه كارير فريكوانسي بلس 10 اس 5، هنا عندي الكي اف هي عبارة عن 2 باي في 10 اس 5. فالتو باي ويا التو باي مال الكي اف راح تحذف، راح تبقى فقط 10 اس 5 مضروبة بالمسج، فتبقى هنا هذه المعادلة شنو معناتها؟ معناتها انه زيادة الكارير فريكونسي هنا يعتمد على قيمة الامبليتيود مال المسج، طبعا مضروبة بالفاكتر اللي هو 10 اس 5. يعني مثلا اذا كانت فرضا اذا كانت هنا المسج اللي هي ماكسيمم 1 فولت، فمعناتها راح تزيد الكارير فريكوانسي بمقدار 10 أس 5. أما إذا كانت مثلا المسج هنا 0.5، فمعناتها الكارير فريكوانسي راح يزيد بمقدار نصف في 10 أس 5. فهنس هنا صار واضح فكرة الكي اف أو عمل الكي اف. زين، هسا نطلع الاف مينيمم والاف ماكسيمم. الاف مينيمم هو لما الام اوف تي هنا تكون مينيمم واللي هي ماينس 1، فهنا أنا عندي بهالحالة حتكون 10 أس 8 ناقص 10 أس 5 حتطلع 99.9 ميجا هرتز. الاف ماكسيمم اللي هي 10 أس 8 بلس 10 أس 5، ليش؟ يعني الاف ماكسيمم هي 1، سوري الام اوف تي ماكسيمم هي 1، فهنا أنا راح تصير 100.1 ميجا هرتز. فهنا أنا عندي راح تتغير راح يتغير الكارير فريكونسي، مرة يصير 99 بحالة المينيمم امبليتود، ومرة يصير 101 بحالة الماكسيمم امبليتود. نجي هنا بالنسبة للبي ام، الانستانتينيوس فريكونسي احنا نعرف بحالة البي ام الانستانتينيوس فريكونسي انه يتغير ويا مشتقة المسج. فهنا نفس الشيء، اذا نطلع دلالة الفريكونسي راح نقسم ايضا على 2 باي، فهنا حتصير عندي 10 أس 8 في 5 في هنا أم أوف تي مشتقة الأم أوف تي. هنا عندي مشتقة الأم أوف تي المينيمم والماكسيمم هي هنا 20,000 وهنا ماينس 20,000. الماينس 20,000 هي المينيمم و20,000 هي الماكسيمم. فهنا نجي نعوض، هنا عندي هذه اللي هي الماكسيمم 20,000، سوري المينيمم ماينس 20,000، فراح يطلع لي
يعني ما بيها شيء يعني تعويض، راح يطلع لي 99.9، والماكسيموم هنا راح يطلع لي 100.1. طبعا هنا شنو دا نشتغل بالنسبة الى مشتقة المسج. زين، المثال الاخر اللي هو ايضا دا يريد رسم البي ام والاف ام بالنسبة للموجة المربعة، نعطيني الكارير فريكونسي 100 والكي بي ايضا والكي اف. هذه الموجة المربعة اذا اريد نجي نرسم، هذا هو الاف ام. الاف ام مثل ما قلنا احنا هنا عندي زيادة الامبليتيود يقابلها زيادة الفريكونسي بمقدار معين، ونقصان الامبليتيود يقابلها نقصان الكارير فريكونسي بمقدار معين اللي هو اعتمادا على الكي اف. فبما انه هنا عندي طول هذه الفترة، طول فترة هي كونستنت بالماكسيمم، يعني ما يصير تغيير، فهنا عندي حيقابلها الماكسيمم فريكونسي ديفيشن، يعني ماكسيمم اوف اي، وهنا عندي بالمينيمم يقابلها المينيمم اوف اي، لذلك هنا مكتوبه 99.9 اللي هي تمثل لي الاف اي مينيمم، هنا عندي تمثل لي الاف اي ماكسيمم. واللي منين طلعناها؟ طلعناها ايضا من هذا القانون نفسه، وايضا هنا يعني طلع نفس الناتج اللي هو بالمثال السابق 99.9 اللي هو تمثل لي الاف اي مينيمم، وال 100.1 اللي هو الاف اي ماكسيمم. زين، هسه لو نجي نشوف انه نريد نجي نرسم البي ام. البي ام احنا قلنا لازم شو نسوي؟ نشتق المسج ونسوي نفس العمليه اللي سويناها بالاف ام اي، بما معناه انه نشتق المسج وندخلها على اف ام موديليتر. فهنا من راح نشتق المسج راح نشوف انه ما طلعت لي كونتينيوس سيجنال، ولا طلعت لي سيجنال متقطعه. هنا مثل ما تشوفون اكو امبلس، وهنا هاي الفتره، هاي الفترات هي زيرو. فبهالحالة قلنا راح يصير اكو عد كل قيمة من هذه القيم راح يصير اكو انقلاب بالطول. زين، شلون راح يعني شلون راح نعرف هذا راح ينقلب؟ يعني مثلا هسه عندي هنا هذه البيك، شلون راح نعرف انه هذا اجي الرسم ارسمه بوزيتيف لو نيجاتيف؟ وطبعا قلنا طول الفترة اللي هي اللي بيها المسج زيرو، الكارير فريكوانسي، الكارير هنا عندي الكارير فريكوانسي لا راح يزيد ولا راح يقل، راح يبقى نفس ما هو، واللي هو شقد احنا عندنا بالسؤال الكارير فريكوانسي هنا 100. فمثل ما تشوفون هنا مكتوب 100 ميجا هرتز، يعني فترة الزيرو مسج الكارير فريكوانسي لا راح يقل ولا راح يزيد، راح يبقى نفسه اللي هو 100 ميجا هرتز. وبهالحالة فقط بهذه النقاط البيك راح يصير انقلاب بالطول. زين، هسه لو نروح على المعادلة مال البي ام، المعادلة مال البي ام هي عندي هي A كوساين اوميجا سي تي بلس كي بي في ام اوف تي. زين، هسه من اجي اعوض الام اوف تي ماينس واحد والام اوف تي واحد، لما الام اوف تي ماينس واحد راح اجي هاي الماينس واحد اعوضها هنا، فش راح يصير اي كوساين اوميجا سي تي ماينس باي على 2، فهنا ايش راح يطلع لي بالنتيجة؟ راح يطلع لي ساين. زين، وهنا عندي من اجي اعوض من المسج هي واحد، يعني هنا بحالة هذه بحالة لما يكون هيك الرسم، وهذه بحالة من يكون بيك، يعني هذه الامبلس بوزيتيف، هنا امبلس نيجاتيف، هنا ايش راح يطلع لي؟ ماينس اي ساين اوميجا تي. فهنا انا اجي بحالة البوزيتيف شنو قلنا؟ طلع لي ماينس اي ساين. فمثل ما تشوفون هنا أنا الرسم مرسوم، هنا عندي ساين ومرسوم شنو؟ مرسوم من الماينس، يعني هنا انا هيك بادي من جوا. زين، وبحالة الماينس يعني المسج هنا يكون بالماينس، هذه الامبلس تكون بالماينس، هنا الرسم شنو راح يكون؟ راح يكون ساين لكن بوزيتيف. فهنا مثل ما تشوفون هنا عندي مرسوم ساين
body من ال positive. بس هذه هنا أنا عندي لو تركزون عليها يقابل هذه النقطة هو مرسوم ساين بالبوزيتيف. الآن ننتقل إلى الجزء الآخر اللي هو الـ bandwidth of angle modulation. طبعا احنا هنا راح نسوي اشتقاق. احنا نعرف انه بالـ AM من كنا نطلع الـ bandwidth نطلعه من نحسبه من بعد ما نحول إلى الـ frequency spectrum طبعا بعد استخدام الفورير بروبرتيز. لكن هنا أنا بالانجل موديليتد ما عندي مثل الاي ام. احنا هنا راح نسوي اشتقاق. عندي هنا هذه اللي هي الجنرال اكويجن بالنسبه للاكسبونينشال موديليشن او اللي هي نسميها انجل موديليشن. الاي اوف تي هنا هي تمثل لي كي بي ام اوف تي اذا كان عندي بي ام و KF integration M of F في M of alpha D alpha بالنسبة للـ FM. يعني إذا جبت هذا الجزء عوضته هنا راح يطلع لي PM، إذا جبت هذه المعادلة عوضتها هنا راح يطلع لي FM. زين هذه هي المعادلة العامة. زين راح نكتبها بشكل شوية مختلف اللي هي بدلالة الـ exponential. فهنا أنا شنو حتصير؟ هنا عندي ال e x a في e exponential اس j omega c t plus a of t. راح نبسط فش حتصير عندي هنا أنا ال exponential اس j omega c t في exponential اس j a of t. a of t اللي هي هذه. زين هسه احنا عندنا انه هذه الريليشنشيب بالاف ام ايش حتساوي لي؟ حتساوي لي ريل، يعني ريل لهذه المعادلة راح يطلع لي، راح يطلع لي المعادلة بالاف ام. طبعا احنا نعرف انه من نجي الاكسبونينشال نكتبه بدلالة الساين والكوساين راح ينكتب هالطريقة اللي هو a كوساين اوميجا سي تي بلس a اوف تي بلس j a في ساين اوميجا سي تي بلس a اوف تي. طبعا من نجي نكتب الريل فحيكون فقط الجزء الريل اللي هو هذا الجزء. بالنسبة للاف ام راح تكون الاي اوف تي هي هذه المعادلة. زين هسا هنا أنا عندي اذا اجي يعني هذا الترم اللي هو هذا اجي افكه بالباور سيريز ايش راح يكون؟ هذا راح يطلع خارج قوس. ناش حيصير 1 بلس جي اي اوف تي بلس جي تربيع اي اوف تي اس تربيع على فاكتوريال الاثنين جي تكعيب في اي اوف تي تكعيب على 3 فاكتوريال وجي ان اس ان في اي اوف تي اس ان على n فاكتوريال. يعني طبعا هنا هذا يمتد الى n من المرات. زين هسه هنا انا اجي ادخل هذا الاكسبونينشال داخل هذا القوس فراح تطلع لي هاي المعادله. كمل. زين بما انه الريل للاكسبونينشال j اوميجا سي تي هو عباره عن كوساين والريل للj exponential j omega ct هو عبارة عن minus sin omega ct. فهنا أنا أجي أعوض هذه وهذه بالمعادلة السابقة فراح أحصل هنا أنا عندي هنا مكان الـ exponential إذا أريد أخذ الريل فهنا أنا حتصير عندي cosine omega ct. زين هنا أنا عندي j exponential j omega ct فهنا أنا ش حتصير ناقص sin هذه كوساين هذه ناقص ساين طبعا مضروبة في الـ A of T. زين
الآن عندنا جي تربيع في A of T أس 2 على 2 فكتوريال. الجي تربيع هي شنو؟ هي ماينس واحد. الماينس واحد فهنا شنو راح يبقى؟ راح يبقى فقط الإكسبونيشال جي أوميجا سي تي. فهنا ايش حصير؟ حصير كوساين. زين الجي تكعيب هي جي، يعني جي تربيع سالب واحد وفي جي ماينس جي. زين فعندي ايش حصير؟ كأنه ماينس جي في إكسبونيشال جي أوميجا سي تي، فحصير ماينس ساين، ماينس في ماينس تروح، فصير بلس أي أوف تي تكعيب على 3 فكتوريال طبعا، ونستمر إلى أن. زين فهنا هسه إحنا شو نلاحظ؟ نلاحظ أنه هذه الموديليتد، هذه اللي هي المعادلة الأخيرة اللي طلعت لنا، مين متألفة؟ سوري، هذه المعادلة الأخيرة مين متألفة؟ نشوفها أنه متألفة من جزء اللي هو الكارير طبعا، اللي هو بدون موديليشن، يعني هو الكارير واحدة اللي هو كوساين أوميجا سي تي. زائدا عندي هذه التيرمات، هذه اللي هو هذا الجزء وهذا اللي دا نشوفه، هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن A of T مضروبة في sinusoidal، مرة مضروبة بساين أوميجا سي تي طبعا، الأوميجا سي هي بالكارير فريكوانسي، ومرة مضروبة بالكوساين أوميجا سي تي. فشنو نستنتج؟ نستنتج أنه هذه هي هذه الكومبوننت هي عبارة عن هذه اللي باللون الأزرق، هي عبارة عن amplitude modulated terms. هذه ليش؟ لأن هنا أنا عندي الـ A of T هي شو تمثل لي؟ تمثل لي مسج، سواء كانت طبعا M of T أو integration M of T ما حتفرق، هي بالنتيجة مسج M of T مضروبة في sinusoidal، مضروبة في sinusoidal أوميجا سي تي. مضروبة قلنا في ساينوسويدا بالأوميجا سي تي، يعني ساينوسويدا بالكارير فريكوانسي اللي هي بغض النظر ساين أو كوساين، هي بالنتيجة كارير. فبالنتيجة أنه هذه الترمز هي عبارة عن amplitude modulation. زين إذا إحنا نعرف أنه هذه الـ A of T والـ A of T تربيع، زين هذه الـ A of T بالنسبة لل، إذا نريد نحولها إلى frequency domain، فهي الباندوث مالتها هي بي، بغض النظر قلنا إذا كانت الـ A of T هي تكامل الـ M of T أو M of T، الباندوث مالتها ما راح تفرق، يعني راح تبقى نفسها. فهنا ايش حصير؟ حصير عندي بالفريكونسي دومين A of F. زين بحالة الـ A of T تربيع، هنا عندي الـ A of T تربيع اللي هو هذا الجزء اللي هو multiplication in time domain يقابلها convolution بالfrequency domain، فبالنتيجة عندي ال bandwidth هنا بهذا الجزء راح يكون 2b، أما بالنسبة للتكعيب فراح يكون 3b إلى أن نصل إلى ال n، فهنا حتصير ال bandwidth هو np. فهنا راح نستنتج أنه ال bandwidth بالنسبة لل angle modulation هو infinite إلى ما لا نهاية. زين لكن عمليا احنا يعني ال bandwidth راح يكون بفد معادلة طبعا، هنا عندي من كل ما ال n تزيد، يعني اللي هي توصل الى ما لا نهاية، هذا الفاكتور راح يصير قريب من الصفر. ليش؟ لانه كل ما يزيد المقام راح هذا الفاكتور راح يكون يعني ال يعني ال قيمته قليلة، يعني مثلا أي قيمة على مقدار عالي جدا راح يكون قريب من الصفر. فلذلك احنا يعني على قلنا انه استنتجنا الباندوث مال الانجل موديليشن هو انفينيتي ما لا نهاية، لكن عمليا ماكو شي باندوث اسمه ما لا نهاية. فطبقا لغارسونز رول ال bandwidth بالنسبة للانجل موديليشن هو شنو راح يكون؟ هو عبارة عن
2 في دلتا اف بلس بي. طبعا هذه للبي ام والاف ام. تبقى هنا الدلتا اف بالنسبه للبي ام شنو راح يكون، وبالنسبه للاف ام شنو راح يكون. الان ناخذ مثال. اذا كانت عندي المسج سيجنال عباره عن سنجل تون، يعني من يقول لي المسج سيجنال هو هي عباره عن سنجل تون، معناتها انه المسج سيجنال هي عباره عن كوساين. زين، هنا شنو دا يريد يقول؟ بحالة الاف ام موديليتر طلع لي هاي البارامترات اللي هي يريد الاف ام اكويجن، الفيز ديفيجن، الفريكوانسي ديفيجن، والموديليشن اندكس اللي هي البيتا والباندويت. وبعدين يريد هذه المطالب كلها تعاد بالنسبة الى البي ام. احنا الان راح نوضح الحل، هو موجود كامل، موجود ايضا بالبي دي اف اللي راح ارفعه لكم. لكن احنا راح نوضح فقط الاف ام والبي ام. انتوا اقروه، هو ما بيشي، مجرد قوانين. بالنسبة للاف ام احنا نعرف انه المعادلة العامة له هو عبارة عن اي كوساين اوميجا سي تي كي اف في انتجريشن ام اوف تي دي تي. فبنت هنا عندي الام اوف تي هي عبارة عن كوساين اوميجا ام، طبعا هنا أنا اوميجا ام لازم نكتبها يعني فرق عن الاوميجا سي. اوميجا ام يعني الباندويث مال مسج سيجنال، زين، مضروبة في الام بي اللي هو البيك مال المسج سيجنال. طبعا هنا الكي اف هذه بالقانون، طبعا عرفنا هو القانون منين اجا وشلون اجا، مجرد احنا هسه هنا بالمثال نطبق. هنا هسه لو نجي التكامل، الكوساين هو عبارة عن ساين اوميجا ام كي اف في ام بي هنا على الزاوية اللي هي اوميجا ام. هذا تكامل اعتيادي، راح نقسم طبعا على الزاوية، هنا حتكون مضروبة في كي اف في ام بي. الكي اف بالام بي احنا نعرف هي عبارة عن احنا هنا هسه نشتغل بالاف ام. زين، الكي اف في الام بي هي عبارة عن دلتا اوميجا، فدلتا اوميجا على اوميجا ام هي عبارة عن شنو؟ هي عبارة عن بيتا اللي هي طلعناها من القانون، فنجي نعوض هنا بيتا في ساين اوميجا ام. هذه هي اول مطلب طلعناه اللي هو المعادلة العامة للاف ام. زين، الان شنو يريد؟ يريد الفريكوانسي سوري الفيز ديفيجن. احنا نعرف انه معادلة الفيز ديفيجن هذه المعادلة، هاي المعادلة هي عبارة عن شنو؟ هي عبارة عن كي اف في انتجريشن هنا عندي ماينس انفينيتي الى تي المن للام اوف تي دي تي. زين، هذا اللي هو شنو شو يمثل لي؟ طبعا هنا كي اف هذا الجزء شو يمثل لي؟ مثلي نفسه هسه اللي احنا هنا هسه حسبناه. هسه احنا هنا همتين هذا كاملنا وضربنا طبعا هذا بالنسبة الى الماكسيمم راح يكون. هذا ماكسيمم، فبالنتيجة حيكون هو كي اف في ام بي على اوميجا ام. يعني هسه هذا اللي هو هذا الجزء اللي هسه كاملناه، هذا اللي هسه كاملنا المسج، من كاملنا المسج هي تكامل الساين هي كوساين وقسمنا على الزاوية، فبالنتيجة شنو طلع لنا؟ هذا الناتج، هذا الجزء اللي هو كي اف في ام بي على اوميجا ام، وهذا هو نفسه يمثل لي البيتا، لذلك هو قلنا مباشرة الدلتا اف هو البيتا. زين، الدلتا اوميجا هي عبارة عن كي اف في ام بي، احنا قلنا ده نشتغل بالفريكوانسي دومين. زين، هو شنو دا يريد؟ دا يريد الدلتا اف، فشنو لازم شنو نسوي؟ نقسم على 2 باي. فكي اف ايش تصير؟ كي اف في ام بي على 2 باي. زين، المطلب الاخر هو دا يريد البيتا. البيتا اللي هي شنو قلنا؟ هي عبارة عن دلتا اوميجا على اوميجا ام او دلتا اف على اف ام، ما تفرق بينهم، نفس الشيء، وحدة بدلالة الاوميجا وحدة بدلالة الفريكوانسي، الفرق هو بالتو باي. زين، الباندويث
هو عبارة عن 2 في دلتا F Fm يساوي 2 بيتا Fm plus Fm. الدلتا F هو شنو عبارة عن؟ نطلع من القانون البيتا. البيتا نجي نعوض بيها هي شنو؟ هي عبارة عن دلتا F على Fm. أو سوري، هنا أنا أقصد أنه البيتا الدلتا F مين نطلعها؟ نطلعها من قانون البيتا. إحنا نعرف أنه البيتا هي عبارة عن دلتا F على Fm. زين، فمن نريد نطلع الدلتا F هي شنو؟ هي Fm في بيتا. طبعا احنا بالارقام، يعني اذا نطلعيها الدلتا اف كرقم مباشرة نخليها كرقم، لكن هنا نعوض يعني قانون مكان قانون، حتى يعني نشوف انه شلون نطلع قانون من اخر، يعني المرونة في استخدام القوانين. بالنسبة للفرع بي نفس هذه المطاليب تعاد بالنسبة للبي ام. وطبعا اي سؤال او اي شيء ما واضح اسألوني وإن شاء الله أجاوبكم. شكرا جزيلا.